السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد العقرب، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله الفيديو بتجيب مشاهدة اخواتنا في الله الف الف وحدة، بنلاقوا على الفيديو 70 لايك 50 لايك، ففضلا وليس امر الموجودين معنا والمستمعين معنا يدعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، ونشوف الصوره لمواليد برج العقرب. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل صوره الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكاشف. شايف عندك الامور هتبدا، يعني الامور هتبدا معاك تتحسن تجريديا، في عندك هتبدا توصل لمكانه عاليه، هتشعر بالسعادة فيه، هتشعر بالأمان، هتشعر بالراحة. عندك تغيرات قادمة ليك تدق بابك، عندك بدايات يعني عاطفية، يعني عندك أمور جديدة، أو تتخلص من علاقة كانت تعباك، علاقة كسرت قلبك، علاقة جرحتك تتخلص منها، أو في ناس منكم تخلصت. عندكم هنا خروج يعني ناس من حياتك، الناس دي هتخرجها من حياتك. وعندك برضه هنا لديك يعني اخبار، يعني اخبار جميله جميله تتعلق بعمل جديد. عندك في اخبار تيالك، في مكالمه او رساله او حد يخبرك، يعني حدا تعلم بشانك في العمل. عندك هنا يعني حاجه هتمر به، الحاجه دي لو نجحت فيها الاختبار او امتحان او حاجه تختبرها فيها اختبار، ان مريت بها ونجحت بها هتعلم من شانك. الشايف منكم البعض هنا بيعاني من خنقة، بتعاني من خنقة أو من ضيق، بتعاني من خنقة أو من ضيق أو حزن. البعض منكم برضو قلبه موجوع، أرى منكم يعني اتخزل من أشخاص مقربين أو كسروا قلبك أو جرحوك، لأن أرى منكم البعض مخزول أو مجروح أو حزين، عندك خنقة ومتضايق، مش عارف تفكر، مش عارف ترتاح، مش عارف، يعني عندك كمية ضغط عليك. حد كسر قلبك، حد جرحك، لان ارى قلبك مكسور. اراكم برضو يعني منكم محتاجين شخص تتكلم معاه، محتاجين شخص تحسوا معاه بالامان، تفضفضوا معاه او يطبطب عليكم، يعني اني ارى دواكم حاجات كثيره، دواكم حاجات كثيره نفسكم تتكلموا فيه، بس مش لاقيين الشخص الصح، مش لاقيين اللي ترموا حمولكم عليه، بس ديالكم فرحه هتنسيكم الوضع ده اللي انتم فيه، يعني الفرحة دي اللي جايالكم هتنسيكم الوضع اللي حصل يعني معاكم، لان انتوا ورا منكم عشتم ايام او عشتم في الماضي ايام صعبة او حاجات صعبة عشتوها، ولغاية دلوقتي يعني حاليا برضه بتعانوا، ولغاية دلوقتي يعني بتعانوا من الايام الصعبة او من الضيق او من التعب او من هكذا. بس عندكم هنا برضه يعني البعض منكم عنده مشاكل، عنده مشاكل، وأعرف منكم برضو سمع كلام أو حصل كلام أو حصل مواجهة أو حصل كلام أو سمع كلام ضايقه، يا بس ناويين على التغيرات. عندكم يعني أرى منكم نوع التغيرات للأحسن، ناوي تغير، ناوي تغير من طبعك، ناوي توصل لدرجة عالية. والبعض عندكم برضو موضوع يعني عنده وجع أو حزن بسبب العاطفة، حصل انفصال ما بينكم، حصل انفصال أو حصل مشاكل، لا أرى عندك يعني موجوع بسبب العاطفة. ربنا يحقق لكم أمنية، والأيام اللي داية يعني هتكون في باب هيتفتح قدامك، هتقف على أرض صلبة، هتوصل لهدفك فيها فرحة، يعني هتنسيك الماضي أو الكركبة اللي معاك أو التعب أو الضيق، حاجة هتفرحك. يعني هنا أنتم بس يعني التعب اللي فيكم ده حاولوا تخلصوا منه، الطاقة السلبية حاولوا تخلصوا منه. يعني عندك هنا في منكم برضو أرى منكم في خطوبة في أرض بيتك، في فرحة ديالك في أرض بيتك، خطوبة أو زواج أو ردوع، في حاجة في قلب بيتك هتكون فرحان فيه. منكم برضو عنده زواج منكم، والبعض الآخر في قصة حب أو في كلام أو في حب أو في خطوبة، في خطوبة أو ارتباط أو حب أو زواج حصل أو هيحصل يعني في أرض بيتك. عندكم هنا شخص يعني هو ده الشخص ده سبب معاناتك او غدر بيك، يعني ممكن نقول اعطيته الامان او الثقه لكن غدر بيك، سبك في طريق وحدك، يعني بتمر بيه
يعني مريت بالطريق دي وحدك بعد ما سابك، ولكن انت منتصر منتصر، وهتخرج من معاناتك، هتخرج من كل شيء تعبك، هتخرج من كل حاجة عندك تعب ومرض، عندك شخص، عندك قريبك او شخص من اهلك تعبان عنده مرض عيان، ان شاء الله ربنا يشفيه باذن الله تعالى. عندك برضه هنا في منافقين حواليك، منافقين حواليك بيتمنوا لك خراب بيتك، بيتمنوا لك الاذى. احتفظ لاسرارك، بلاش كثرة الكلام، تكلمنا كثير وقلنا بلاش كل اللي يكون على لسانكم، كل اللي يكون في قلبكم يكون على لسانكم، بلاش كثرة الكلام، لان في منافقين حواليك كثير بيتمنوا لك خراب بيتك، بيتمنوا لك الاذى، بيتمنوا لك تكون مكسور. عندك هديه، في حد جايب لك هديه، هديه قيمه كويسه، قدامك ثلاث نقاط، نقط ثلاث نقاط، والهديه ديالك ثلاث نقط، وفي هديه قيمه، هديه كويسه ديالك. لما انت بتدي حد هديه، انا شايف في هديه ماسكينها انتوا اثنين، انت وشخص، لما انت بتدي له هديه، لما هو بيدي لك هديه، هديه قيمه وهديه كويس. عندك انا في شخص، يعني ارى في شخص مشاعره اتجاهك في مشاعر جديده، مشاعر حب، يعني مشاعره عشق، بحبك، عايز يوصل لك، عايز يتقدم لك، او عايز يوصل لك، او عايز يعني يتواصل معاك، بس مش عارف هو في يعني عايز يوصل لك باي طريقه، بس مش عارف. عندكم هنا برضو ارى منكم في مفصلين، حصل انفصال، حصل مشاكل، اكتر حدا المشاكل حصلت، حصل انفصال في طاق السحر، طاق السحر حصل انفصال بسببها، بسببها، بسبب الاقارب سحروكم، عملوا لكم سحر بالانفصال، سحر بالتعطيل، سحر بالمشاكل، سحر بالتعب، حتى مش حاسين بالراحة، مش حاسين بالسعادة، دايما تعبانين، دايما بتعانوا من كمية الأمراض، دايما بتعانوا من المشاكل، دايما تعانوا من النفور، دايما تعانوا من التعطيل، حاجات كثيرة تعباكم من سبب السحر. شايفين برضو المنفصلين في فرحة تاني، ممكن لإما الرجوع لإما زواج، لأن أرى الفرحة دي في قلب بيتك، فرحان مبسوط سعيد، لإما رجوع لإما زواج مرة أخرى بإذن الله تعالى. بس في حد هنا ظلمك، حد كسر قلبك، أرى حيران، عمال يفكر، محتار، تعبان، مش عارف يعمل إيه، عنده كمية ضغط، عنده كمية حيرة، هو ظلمك، كسر قلبك او جرحك او اخذ مالك او ميراثك او اخذ اطفالك او هكذا، بس يعني محتار، يعني مخنوق، متضايق، تعبان، واصل الهدف الياس. عندك هنا لديك بشرة، البشرة دي ديالك، لديك بشرة وفرحة، البشرة دي يعني في خلال ايام قليلة، في خلال ايام قليلة البشرة دي ديالك. عندك شخص انا بيحبك، والشخص ده عمال يراقبك من بعيد، عمال يراقبك وعايز يوصل لك، وبحبك مش بيأذيك، الشخص ده عايز يوصل لك، يعني الشخص ده. بس في حد هنا ندمان على فراقك، حد حصل ما بينك وما بينه مشاكل او عتاب او هكذا، حصل ما بينكم انفصال او مشاكل او عتاب، هو ندمان على فراقك، عايز يوصل لك مش قادر، خايف تجرحه، خايف هو انت تكسفه او تخذله او تبعد عنك او هكذا، لانه هو زعلان او ندمان على الفراق وعايز يوصل لك، مش عارف، عايز يعتذر لك، مش عارف، خايف انت تصده. بس العيون يعني مش سايباكم في حالكم، العيون مش سايباكم في حالكم، واقرب لليكم مش سايبكم في حالكم، بحاول يدمروكم، بحاول يأذوكم باي طرق وبأبشع طرق، بحاولوا يعني يتعبوكم باي طريقه، يأذوكم، يسحروكم باي طريقه. بس عندك هنا في يد هتتقدم لك، يد، شايف يد بتساعدك، يد بتخرجك من أزمة، يد بتخرجك من حفرة، يد بتساعدك في طريق عملك أو في طريق شأنك يعلى، راح يعلى شأنك بإذن الله تعالى. عندك قلق، يعني عندك قلق، أراك قلقان من حد من أفراد أسرتك، عندك قلق عليه، هو مريض أو تعبان، عندك قلق، شافك قلقان عليه وعمال تدعي ربنا يشفيه او ربنا يخرجه من الازمه اللي هو فيها، لاما مسدون لاما مريض، سينتهي هذا القلق قريبا من غير ردع بعون الله تعالى، سينتهي الحزن اللي في قلبك او الزعل اللي عليه، المهم سينتهي القلق قريبا باذن الله تعالى. عندك تيسير امور يعني في القضاء،
في أوراق قضائية أو في المحاكم كما نقول، بتخلص أوراق أو بتخلص إشي في المحاكم، في توفيق ليك في هكذا بإذن الله تعالى. عندك إن اللهم صل على النبي، بتحاول تشتري منزل أو بتحاول تنقل لمنزل جديد، أرى ممكن برضو بيشتري منزل، بس خلي بالك وكون حريص ما تدفعش فلوسك في المنزل أو هكذا غير لما تخلص أوراقه أو تخلص شيتك أو تخلص المنزل يكون عاجبك أو تخلص مالك أو تدهز مالك. بلاش يعني تسرع، بلاش التسرعات، بلاش التسرعات في الحاجات دي. عندك بشرة، تمام، عندك بشرة من مكالمة أو من رسالة، في حدا مكالمة أو رسالة ديالك يعني هتفرحك، هتكون مبسوط منها، أراك فرحان أو مبسوط من الرسالة دي أو المكالمة دي من حد عزيز عليك، كان قاطع ما بينك وما بين التواصل أو كان في عراقيل ما بينك وما بينه، لأنه أرى في عتاب ما بينكم، في عتاب أو زعل، راح تكتشف يعني هتعرف، هتعرف اللي أذاك. انت محتار عمال تفكر مين اللي اذاني، مين اللي تعبني، مين اللي عرقل مسار حياتي، مين اللي سحرني. هتكتشف الامور دي وهتعرفها في الوقت المناسب، هتعرفها في الوقت المناسب. هي ست عامله زي الافعى، يعني قريبه منك، قصيره مش طويله، قمحويه وكبيره في السن، يعني يعني كبيره في السن، بس يعني ما عيب عليها، يعني ست كبيره زي كده هتسحرك. ما علينا، يا كبيرة يعني في السن، قصيرة قمحوية، قريبة منك، ممكن أقول لك قريبة من أهل الشريك، قريبة منك الله أعلم، بس أنت خد حذرك واخلص من طاقة السحر اللي حولك، وأنت كده كده راح تكتشف الأمور دي وراح تعرفها في الوقت المناسب، هتعرفها، لأن أرى هنا هتخرج من بيتك، خروج من بيتك معاه الشر، يعني هتخرج الشر ده من بيتك، معاه الشر والحسد والسحر راح ينخرج من بيتك، لان اراها ينقلب باذن الله تعالى على من سوى ليك هاي السحر، او هتعرف لما هنقلب السحر راح يمرض او يتعب الشخص الاخر، فراح تعرف هنا في الوقت ده انه هو اللي سحر. عندك برضو العتبة دي اللي هتغيرها، هتخرج من بيتك كل السحر او الحسد او العين او الاشياء دي، في مبلغ كويس داي لك، مكافأة او ورث او داي او حوالي، يعني هو هيفك كرب معاك، المبلغ ده كويس وهيفك كرب معاك يعني، وهيسأل. هنا في حد يعني محتار، محتار وقلقان عليك، هو اراه محتار قلقان عليك، عايز يوصل لك، او محتار او قلقان. تخص المال ومكالمة، تخص السفر ومكالمة حل مشكلة معاك، المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة أو اجتماع يعني، أو اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم أو اجتماع مع بعضيكم، يعني أفضل ما تقولش الحد أو تعزم حد، خليها ما بينكم أو ما بين بعضيكم الأسرة هكذا، لأن العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة أكثر من الناس الحبيبة. ستفادى لأنك يعني ستفادى بفرحة قدامك، لأنك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله أحد، استحملت كثير التعب اللي هكذا، المشاكل، حمل على أكتافك، كنت حامل أو شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالأفضل. هذا الأسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى، الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك، يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك وردع لك كل حاجة، يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخصنا أراه يحبك، والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي، يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة، احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف عندك أسرار، أراه في ظهور أشخاص على حقيقتهم راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دولهم بعض المقربين راح تعرفهم، من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك كل حاجة، راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك.
عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك رغم ان دواك كل الزعل، رغم ان دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك. ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى، عن قريب راح تفرق. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافأة أو ربح أو حاجة زي كده. عندكم هنا يعني في خير كثير ديالك هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الأيام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الأبواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الأبواب المغلقة اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها بأي طرق راح تنفتح قدامك. فاستغل كل الفرص اللي تقع أمامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع أمامك حتى توصل لهدفك أو توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقة جديدة كمان، في علاقة يعني جديدة دي حلوة مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان. في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص هنا عاوز يستغلك، خلي بالك منه. في شخص هنا عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو. السفر ده كويس يعني هيكون في اصدقاء او سفر لشغل. في عندك سفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليها، انت زعلان على حد يعني، حد زعلان عليها او حد مسدون، حد يعني عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان، انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة. ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل من بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى، الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام بإذن الله تعالى، والتاني بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعويضات، لديك في رفعة لمكانة عالية، المكانة دي عالية يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية او عمل انت مقدمه على وظيفة او في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل ديالك يعني اراكم هنا. بس انتوا هنا يعني غير مهتمين، مهتمينش بصحتكم الفترة دي، يعني الفترة دي مهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت هتسمح ناس، هتسمح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك هنا هتسمحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركتهم. عندك هنا برضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي ارجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى يأخذ النعمة اللي معاك، يتمنى يأخذ كل حاجة منك، هو اللي يكون أحسن منك. وراك برضو ماشي في طريق، انت الطريق او انت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس هتسبب لك الفرحة لك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد.
عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني أراه يبدأ معكم علاقة جديدة، أو حابب يبدأ معكم قصة جديدة أو حياة جديدة. هذا القراءة أحبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للآخرين، بس فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. بسم الله الكش. عندك هنا اكتشاف يعني أسرار وفتح كلام قديم، ويعني وراء ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكرة، يعني هي في مصلحتك، وهذه الأمور الفترة دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف أسرار، والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني وهيتفتح الأيام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء، حكم عقلك وهكذا، وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر وتعب وخنقة وضيق وصداع، وعندكم يا برضو احلام بالحيوانات او احلام بالثعابين او افاعي. عندك في المنام برضو انت شفت اللي سحرك، او شفتي اللي سحرك، شفتي اللي اذاكي، رأتي في المنام منكم برضو من رأى اللي سحره او اذاه او اللي بيزجيه السحر. في سحر عندك، سحر ده هو اللي عامل هكذا، بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها، وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك، الخير دايلك بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وتردع عن تفكيرك الزائد واتركها لله، هتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى، بس حكم يعني عقلك، قلني أنت عارف إيه مشكلتك، يعني أنت عارف إيه مشكلتك، أنت يعني محتاج حد يراه برضو، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضو يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك برضه، انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، او ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سماء، وكلمة تخليك في سبع ارض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك، مش يعني ايد عليك، يرعى معاك كلامك، يكون معاك ويدي معاك، يحل معاك العصبية او الضيقة، ويفهم، ايه خايف من ايه، او وجعك ايه، او حزنك ايه، شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا، او في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة برضو، عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو، الخبر انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى، قادمة قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وهتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة، وعندك تغيرات كثيرة في حياتك، يعني عندك طريق سفر،
طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرب بابكم الحظ. يعني في أرض عندكم، في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشر فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني انا سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك او المشاكل او الكلام اللي سمعته، اترك الامور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك، يعني مشروع دخلت فيه او في رزق دايلك غير متوقع ومال. يعني عندك مشروع انت داخل فيه او مقدم على وظيفه او مقدم على مال، لان في مال دايلك. عندك هنا مقابله او لقاء او مكالمه هاتفيه مع الحبيب، يعني ارى في توضيح ما بينكم، امور عتاب ما بينكم، في امور عتاب او توضيح كلام او تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور وصلح، في صلح ما بينكم. في فعل خير انت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك انت، ما كنتش متوقعه خلال يعني ايام، خلال ايام. الغيره والحسد يعني دول، يعني الغيره والحسد من حد قريب، الغيره والحسد والساحر دول اللي سحركم من حد قريب منكم. يعني تجنب يعني الحديث او المكالمات مع الناس دي، في حاجه مفقوده منكم، رايحه منكم، لان اراك يعني هتحصر عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصل عليه وراح تلاقيه. عندك حد برضه هنا المسدون ده أو المريض، عليه المريض يعني قريب ليك أو مسدون، راح يشفى بإذن الله تعالى. عندك يعني أو إن كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لأن أراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده بأي طريقة، عايز تطلعه من المحنة اللي هو فيه، إن شاء الله راح يشفى وراح يخرج من إن كان مسدون أو هكذا بإذن الله تعالى. أكمل في طريقك زي ما أنت، ديالك الفرحة، ديالك الوظيفة أو ديالك الربح أو ديالك السعادة. أنت ماشي في الطريق، الوظيفة دي أو المشروع اللي أنت داخل فيه راح يندح بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه أنت انتقال لأرض، ممكن نقول انتقال لشراء البيت الجديد أو انتقال لزوجك أو انتقال لبيت زوجك أو انتقال لبيت جديد، لأن أرى في طاقة انتقالية، شراء مسكن أو شراء منزل أو شراء محل إن شاء الله. فيه الشراء، طاقة الشراء قريبة بإذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وتنزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرح. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من